يعد مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي لتنمية مصر 2052. المزيد في العرض التالي مع الزميل محمد أنصاري. مشاهدين أهلا بحضراتكم. يعد مخطط التنمية العمرانية للمحور الغربي جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية. ويندرج هذا المخطط ضمن المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052. وقد أخذت الحكومة فيها خطوات جادة في الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ثم المثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية. ويستند هذا المخطط على الموقع الفريد والخصائص المميزة لمنطقة الساحل الشمالي، والتي تعد أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال 40 عاما المقبلة، وتقدر بنحو 34 مليون نسمة. كما ستوفر المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052. كما يقوم المخطط العمراني للمحور الغربي على رؤية طموحة تستهدف استغلال كل المقومات المتاحة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية بشكل مختلف، عبر استغلال مقومات السياحة الشاطئية والعلاجية وغيرها من أنواع السياحة المختلفة. ومن هذا المنطلق جاء مخطط تطوير مدينة العالمين كمثال حي على مدن الجيل الرابع، بهدف تحقيق مبدأ الاستدامة بالمدينة عبر جعلها مدينة حيوية ومقصدا سياحيا وثقافيا عالميا جاذبا طوال العام، وليس في موسم الصيف فقط كما هو معتاد، لتصبح المدينة بحق بوابة مصر على أفريقيا. كما تعكف الدولة حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط، بحيث يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات على الأكثر كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم. ولهذا تعكف الدولة على التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبا عن بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كيلومتر مربع. جهود حثيثة تبذلها الدولة لتحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، وإقامة مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لجهود الدولة في تنمية المحور الغربي. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.